تكررت مشاهد إحراق نسخ من الكتب الدينية تحديداً المصحف في أكثر من دولة أوروبية، ويبدو أن الدنمارك والسويد تتجهان نحو فرض قيود على الاحتجاجات التي يتخللها حرق نسخ من الكتب الدينية، حيث أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستدرس سبلاً قانونية للحد من هذا النوع من الاحتجاجات في بعض الظروف. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في درس إمكان التدخل في حالات تشتمل على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك. وفي إجراء مماثل وبالتنسيق، أعلنت حكومة السويد أنها بدأت في تحليل الوضع القانوني للنظر في إجراءات تعزز أمن البلاد. وقال رئيس الوزراء السويدي إن البلاد تمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، محذراً في بيان من أن بعض الدول قد تستغل تدهور الوضع الأمني في السويد. أما القاسم المشترك الآخر بين مساعي الدنمارك والسويد فهو المحافظة على حرية التعبير المحمية في دستوري البلدين، تحركات تأتي بعد توتر علاقات البلدين مع الدول العربية والإسلامية، حيث تم استدعاء ممثليهما في أكثر من بلد احتجاجاً، كما تم طرد سفيرة السويد من العراق.